من هنا دلوقتي طالعين دسة الأهلي من مطار القاهرة، ظهور حسين الشحات، وقبلها كهربا عدى حالا. حسين الشحات بيستقبل أسرته. كهربا يا كهربا سون طاهر، محمد طاهر لاعب النادي الاهلي. بيتسو الجهاز الفني للكابتن بيتسو موسيماني. محمد الشناوي الأسباب الرئيسية في حصول الأهلي على الميدالية البرونزية. كابتن ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، وخروج كابتن أيمن أشرف أحد نجوم النادي الأهلي وأحد أبرز لاعبي النادي الأهلي في البطولة، وكابتن سعد سمير، وأستاذ عمرو محب مترجم كابتن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي. وليد سليمان كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي. مبروك يا كابتن، مبروك. كابتن سامي ومصالي المدرب العام للنادي الاهلي، وكابتن حمدي فتحي لاعب وسط النادي الاهلي. كابتن وليد سليماني غادر بالمطار القاهره في احد السيارات الخاصه.